نفتخروا الاتحاد رئيس السيد الامين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الذي ابى الا ان يواصل المسيره نتاعو المواطناتيه اللي شهدناها معه في شهر رمضان، شهر كامل الحمد لله يعني كان التجار النزهاء مشاو معنا للسيطرة على الأسعار ووفرت المنتوج في شهر رمضان، ولعبوا دور كبير حتى يعني في خاصة في التخفيضات اللي قاموا بها، وهي عمل إرادي، عمل يعني ان ترافاي فولونتير، ما كانش مفروض عليهم، لكن ببعدهم بحسهم الوطني حاولوا أنهم يوقفوا معنا في شهر رمضان كما جرت العادة من وقت الثورة، والاتحاد العام للتجار الحرفيين واقف مع بلاده والحمد لله كملوا المسيرة. اليوم في نهاية شهر رمضان كذلك نقاموا مع مصالح وزارة التجارة على المستوى الوطني والمؤسسات التابعة لهذا التنظيم، قاموا كذلك بلفتة تضامنية كبيرة، لأن احنا هذه السنة الحمد لله حتى الأخت من الهلال الأحمر رئيس الهلال الأحمر مشكورة أننا عرفنا كذلك حركية في التضامن وفي الموائد وفي التئام الجزائر حول الكثير من المواضيع وحول الكثير من القضايا. اليوم راح تكتمل إن شاء الله فرحة شهر رمضان أنهم يعني بين الاتحاد العام للتجار الحرفيين تحت لواء وزارة التجارة والهلال الأحمر الجزائري نقوم كذلك بإضفاء الفرحة ومواصلة يعني الفرحة نتاع المواطنين من محتاجين خاصة هذه المرة إلى اللباس، لأن في شهر رمضان نحتاج يعني صح المواد الغذائية، نحتاج أمور كثيرة، لكن كذلك الألبسة يعني من علامات مميزة من عند التجار، من عند مصنعين جزائريين، مصنعين تاع علامات عالمية موجودة في الجزائر، يعني أبوا إلا أن يكون فيه قسط كبير باش أننا نوزعها بين يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري اليوم يستلمها رسميا، ليوزعها بين الأطفال اليتامى الجزائريين وأبناء غزة اليتامى كذلك، وهم مشكورين باسم كل هؤلاء. نشكر الأخت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، وباسمها كذلك نشكر الأخ الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، وإن شاء الله يتواصل هذا العمل التضامني والمواطناتي في كل مرة وفي كل موعد إن شاء الله. لا يفوتني أولا أن أشكر وزارة التجارة وأشكر كذلك الاتحاد العام للتجار والحرفيين اللي بفضلهم استطاع الهلال الأحمر الجزائري أن يقوم بأهم عملية تضامنية للشهر الفضيل ربما منذ نشأته. السنة هذه الأرقام كانت ضعف السنة الماضية، وذلك بفضل المساهمة الكبيرة للتجار الجزائريين اللي منحونا دعم كبير جدا، والدليل تواجدنا اليوم كذلك أنه الهلال الأحمر الجزائري كما كنت قد أعلنت في بداية الشهر الفضيل بلغوا كان الهدف تاعنا كسوة 20,000 يتيم. بفضل هذه المساهمة القيمة اليوم اللي تحصلنا عليها وصلنا ل 90,000 قطعة من الملابس زيادة على ما تم تحضيره من طرف الهلال الأحمر الجزائري، الشيء الذي سيغطي طبقة كبيرة من العائلات المستحقة في الجزائر اللي راح نفرحوهم، المرضى، الأطفال، أبنائنا كذلك اللي راح يفرحوا بهذه المساهمة القيمة. كذلك نكرر شكري لوزارة التجارة وعلى رأسها السيد الوزير على الشهر اللي فوتناه، يعني فعلا القدرة الشرائية للمواطن تم المحافظة عليها وهذا شيء لمسناه. كذلك الأسواق كان فيها استقرار كبير للمرة الأولى منذ سنوات، وهذا كذلك اعتزاز وفخر كبير لنا كهلال أحمر جزائري بمجهودات الدولة الجزائرية بصفتنا الذراع الإنساني لهذه الأخيرة. شكرا جزيلا للجميع. شكرا.